مرحبا، انا فهد ابو صلاح، واهلا وسهلا فيكم بتجربه غريبه جدا. والسبب انه انا اول مره بصور جيتسكي. هلا كلمه جيتسكي نحن على طول بنفكر انه هذا الشكل من الدراجات المائيه، او بتحبوا تقولوا عليها النفاثات المائيه، بنسميها جيتسكي، ولكن هي ما اسمها جيتسكي، هو في نوع من هيدي المكنات اسمها جيتسكي. الطراز اللي معنا اليوم هو بيلاسي من اوستريا، وهي عبارة عن هايبر كرافت، فيكن تعتبروها هي مثل السيارات الرياضية الخارقة ولكن كدراجات مائية أو كجيت سكيز. المميز بالموضوع أنه أولاً مثل ما لاحظتوا شكلها غريب، شكلها مستقبلي جداً، والسبب أنه جماعة بيلاسي اللي هي الشركة اللي طورت الدراجة اللي معنا اشتغلوا كتير على موضوع الأداء وموضوع الويند تونل إفكت. فبتلاحظوا اذا انتم عم بتسوقوا على البحر حتلاحظوا ان الهواء بيجي بهالمنطقه هاي وبساعدكم بالثبات، والخطوط الحاده جدا عم تعطيها شكل جدا شرس. ما فيكم ابدا ما تلاحظوا الياف الكربون منتشره بكثير من قطعها الخارجيه، وهذه كمان مواصفات على فكره، فيكم تعدلوا تقريبا كل شيء من لغه التصميم الخارجي من القطع الكربون فايبر وحتى الالوان. ولاحظوا حتى شعار البلاستي كمان جاي بالكربون فايبر، وهذا كمان اضاف خفه وزن للجيتسكي اللي معنا او للهايبر كرافت اللي معنا. وزنها حوالي 310 كيلوغرام بنوكم طبعا. اذا بتطلعوا فيها من هيدي الزاويه حتلاحظوا قد ايه خطوطها انيقه، وكمان التطاريز الموجوده على المقعد تو تون كلر باي كلر، فيكم كمان تطلبوا المقعد باللون اللي انتم حابينه. عندنا شاشتين LCD حنحكي عنهم بعد شوي، وحتى كاربون فايبر موجوده بالمنطقه اللي عندكم. الملفت للانتباه جدا هو فتحات عوادم الاكزوست، فيها اربع فتحات عوادم اكزوست وهن منه مزيفين فعالين 100%. كمان عندنا قطعه كاربون فايبر بالمنطقه هاي. طبعا الشغل كله صار بمنطقه المحرك. بدايه كمان الياف كربون موجوده بحضن المحرك او بالانجن باي. المحرك ثلاث اسطوانات عم بيولد 320 حصان ومزود بشاحن توربو. هذا المحرك بالاساس هو محرك دراجه ناريه تقليديه، ولكن تم تطويره وتحديثه من شركه بيلاسي لنسخه البوراسكا. تخيلوا يا جماعه الخير انه هيدي الهايبر كرافت فيها تنطلق من 0 ل 100 بحوالي الاربع ثواني فقط، وسرعه قصوى حوالي 170 كيلومتر بالساعه. طبعا تصميم جدا جميل، وهو انا بعتبره كسيارة خارقة إذا بنقارنهم بعالم السيارات. فهيدي الهايبر كرافت بوراسكا من بيلاسي أنا باعتقادي واحدة من أجمل النفاثات المائية أو الدراجات النفاثة المائية، فيكم تسموها اللي بتحبوا تسموها ببلدكم. حتى المنطقة هاي جاية بالفايبر، وكمان لفت لي انتباهي إنه المقعد كمان من ألياف الكربون وبيسموها بيلاسي انتليجنت كاربون تكنولوجي. دي LCD تاني هونيك بفرجيكم السرعة، البوست على التوربو، وحتى قديش عدد دوران المحرك بالارقام. على فكره بيوصل لحوالي 8000 دوره بالدقيقه. هون كمان عندكم الاول بريشر والامور الاساسيه، كانكم بالضبط عم تسوقوا اي سياره خارقه نوعا ما.